مشواح. يا مرحبا، حياك الله. حياك الله يا حبيبي، انت توك مداوم؟ اي نعم، توني الان مداوم. وين موقعك؟ الان بوليتو. بوليتو؟ وش تسوي هناك؟ في المقر. اصابت مشي حالك يا حبيبي. انت مو بالعسكري شويح؟ لا، غلطان بالنمره. معليش، اعذرني، غلطان بالنمره. يلا يا صاحبي، يلا مع السلامه. لحظه، ها، اصابه مشي حالك؟ انت مع عصابه؟ والله شوف، لا ما هو عصابه، مصدق انت؟ قصدي ربابه. طيب نعزفها. طيب اوكي. ايه زبنا يا عيال، زبنا يا عيال. في شخص من الاشخاص الان قاعدين نتصيد له، نبي نمسكه. ممتاز. الشخص هذا احنا مو متاكدين اذا هو معنا ضدنا، الى الان وضعنا غريب. ف بيقفز بعد شوي، في اي لحظه علينا. فاذا قفز قفز الارنب الان. ارفعوا يدكم كلكم، لا احد يقاوم. احنا لا احد يقاوم. دخل سلاحك. ما البشوم يا جماعه، منا احد احنا خطفنا. يا بلغ الان شخص، بلغ السياره. ممتاز، حياك الله يا ابو مشواح. يا هلا، انت وش طلعت عسكري؟ والله انا كنت اكلم قبل شوي بالجوال وكلمني ودقيت علي، قلت لي موضوع غريب، انا استغربت منه. فالان بتاكد منك، بتاكد الان، بنتاكد احنا. فهمت علي؟ وشو الان بنتاكد. والله يا مجه، بطني بدا يوجعني يا مجه. سواقه والله انك سواق مبطل. تبي ابشر بي والله يا نقطه. احنا جبناكم هنا، ابغى اسالكم كم سؤال. ممتاز. يقولون انتم من عصابه، هل يحتاج اقول لكم وش اسم العصابه ولا تعلموني انتم بانفسكم افضل؟ لا مو بصحيح، معنا عصابه. انا سمعت قبل شوي انكم من عصابه مشي حالك، وهذه عصابه ينخاف منها لانها تسوي اشياء غير متوقعه. سنة ان تخافون منها. لا لا، مش دعوه. وش اللي مشي حالك؟ وين؟ انا اعرفهم، انا اعرف. شوف ركز معي، انا اعرف العصابه هذه، اعرف واحد من العصابه هذه، واقدر اجيبه لكم. من هو؟ واحد اسمه ابو البراء، هذا مع عصابه مشي حالك، انا اقدر اجيبه لكم. صحيح، نجيبه لكم. اما احنا ما لنا بالعصابات. اكيد. هل هو مطلوب ابو البراء هذا؟ اتوقع انه اتوقع. ايوه، العصابة كلهم مهرجين، كلهم موتوا الضحك، يعني كلهم معهم سدسات توقف، ولا واحد ايمه حلو. يعني موتوني ضدهم من الضحك على طول. تضحك ضحك صدق، بتمسك بطنك وانت واقف. والله ما ادري يا حضرة الفاصلة، هل تشوف ان العصابة هذه مطلوبة؟ انا قد قلت لك من اول انها عصابة لها صيتها في المدينة، ووصلني صيتها، وانها من اكبر العصابات. وهذا الشيء اللي احنا هنا عشان ننهي. اكبر اكبر عصابة؟ صحيح. عادي اسال سؤال. طيب يا شباب، ايوه كبر الحين. مين قال كمنجة وقاعدين نسيم النقطة بعدين ندي كمنجة اندر كمر الشباب؟ احنا عصابة، احنا عصابة، لان حابين نرسل لكم دعوة. يا شباب اضحك لك فيه. تعال سريع، وش تعال سريع؟ احنا عصابة ونبغى نتفاهم معكم الان، اوكي؟ احنا عصابة تبع الدولة. لا، عصابة تبع الدولة كذا اسمها. عصابة مش عليك، عصابة تبع الدولة. احنا قاعدين ننظف ونحقق وناخذ ونعطي. لا والله، احنا نبغى يضبط الدولة عشان يضبطونا. ايوه، من ابسط حقوقك وانا اخوك. لكن اذا انت عصابه مشي حالك، فجيت عند الناس الخطا. مشي حالك زي ما قلت لك، في واحد قال له ابو البراء، تلقى يمشي كذا زي المجنون يمشي. رئيسهم لا تحلم على رئيسهم. كنت كان يا مكافي قديم الزمان، كنت امشي انا والحمصاني الابيض، جانا هذا مجه، قال السلام عليكم، تدخلون عصابه اسمها مشي حالك، انا الرئيس. زين، هذا الشيء الاول. الشيء الثاني، تقدر تفتش مجه وتشوف ايش معه. الشيء الثالث، اسمع الجهاز اللي عند مجه. السلام عليكم، مشي حالك، كيف حالك؟ تسمع؟ تعال. السلام عليكم، هل تسمعني؟ السلام عليكم مجة، كيف حالك والجهاز اللي معك؟ تسمعني زين؟ الله يعطيك العافية. لا، وأقول لك شيء بعد، مفتاح الشقة حقتهم. أملك من موزة، أملك من موزة. يا سلام، مفتاح الشقة معاه بعد. رقم موجة الأشغال ورقم موجة السرقات عندنا بعد. كم رقم من موزة؟ هذا احترافي، والله يعطيك العافية. يلا تبون شيء؟ بس لا،
ابو سلامه الوحيد اللي ما انت قاعد تتكلم انت رايد مشواح هو رئيس العصابه وش وشو غير صحيح 100% يا الحبيب رايد لا 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 انا اعلمك ما يعرف يمسك سلاح ايوه اسمع 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 انا اعلمك لانه هذا سكت وبعدين قال رايد اسالني ليش لانه هو نائب الرئيس هذا ابو سلامه هو نائب متجر والمفاتيح حقت الشقه معهم ما راح يزين ابدا تقدر تشوفهم رغم اننا نقلب على بعض الا ان سروال خوينا يضحك يا المصاصة والله اني اسف والله اني اسف والله لا والله لا والله اني ما اعرف اسمع شوف 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 وانا بدون كلام شو ما اعرف اسمع انا كنت الزبدة تمت العملية تمت العملية تمت العملية أبي خروج آمن على السيكلين وعلى الأسولت مو أسولتن عصابة مشي حالي عصابة مشي مش 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 مشي حالك 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 كيف حالك يلا مذبح الرهينة ترى مذبح الرهينة ثواني هدي هدي مذبح الرهينة هدي هدي يلا بسرعة اطلع 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 ابو مشواح اركب بسم الله امشي معاي ها يلا بسم الله بسم الله الرحمن لا تصدم من الان هي من الان هي هي شباب رحلة مدرسية تصدموا من الان تعال ابو مشواح تعال يلا انا معك اتوقع انك بتمسكني يا عسكر لا تتوقع تمسكوني تلعب الروق سلام عليكم كل ضيعت اسمع 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 خذ خذ خلص سيكل خلص سيكل خلص تراني بنروح مجاري يا شباب بنروح مجاري ما تقدر تقول سلاح معي سلاح ناري ضرب المشرة والله طلعت تعرف تسوق سوحان الاتجاه نحو الطريق المنحدرة الو ربي اسكت لا اعطيك كف على عينك تفهم قص يلا قص انقلع انقلع تراك رافع السلعه على اخوك انقلع مضيع القبله عقد عطني يلا عطني عطني افتح الباب افتح الباب واحد لا دقيقة اصبر انزل كمان اصبر 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 اسمع احس اني بلعب بلوت هناك اسمع انا احس وراي ثلاثة هين وش الخطة الحين علمني الخطة يا صاحبي بنروح مكان نطلع فيه السلم نقعد ندبح فيه ساكر هناك يمه والله ممتاز اكفى اسقط واحد حطيت لكم كلكم الان مظلات عشان تلبسونها كلكم الغطوية في سريع يلا عضلات الف الو يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر يا ساتر اطلع شنو
بلغ مركز مليئة في حال بتوجهين لأس الناين. اي انا 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 اركب اركب اوكي اركب 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 سريع. لا انا والدب ومشوار. بسرعة 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 شلشلة سريع عمي بسرعة بعليك معليك معنا جرب الضيارة اخاف يا مرد اسمن 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 ما اقدر ما اقدر اسوق ما اقدر اسوق انا بسوق انا بسوق بسرعة ما اقدر اسوق يذبحني اموت. كم عمرك يا ابو مشواح؟ 72 باذن الله بقى 3 ايام عندنا يوم ميلادي وفي هديه تكفى. هديه وانت ورا توني بتعرفن عليك وتبغى تسوي فيديو كفيانس. استنى ليك عسكري ممكن انت يوم تفتشني نسيت حطيت يعني حطيتها بالغلط انت ولا شيء. اوف يا انت تقول علي. لا ما تقول انا اقول انا اقول ممكن بالغلط يا عسكري الله يرضى عليك. انا اقول ممكن بالغلط يعني يمكن نسيتها بجيبي ولا شيء. اسمع انا ايش بسوي معك هذه خاصه لك انت فقط. انا بطلق سراحك لكن اطلاق سراح مشروع. وش الشروط؟ امولك بكل شيء تبغاه. الله يجزاك خير. لكن ابيك تلقيني القبض على شخص واحد بطلب لك اسمه. تم. اذا جبت لي اياه راح اعطيك 100,000 كاش. الله اكبر. راح تكون عندك حماية على مدى شهر كامل. حماية خاصة لك أنت متى ما احتجت أعطيك نمرة معينة تتصل فيها تجيك حماية. اعتبر الرجال عندك كان. اعتبر تحتك الآن. أعطيك اسمه الآن. أعطني اسمه. إذا قدرت تجيبه لي ودخلت الزنزانة أنا بكون انتظرك. أحسب لك بالضبط ربع ساعة. ممتاز. سجل اسمه عندك. المهم الحين يعطوني 100,000 بس إني أجيب واحد ودخل الزنزانة. من الواحد الله يستر يا رب إنه سهل. راح أعطيك الآن بعض الأشياء اللي ممكن تساعدك. أول شيء رقمي. حلو. اتصل علي إذا صار شيء. شيء ثاني بعطيك الاسم. كيف الورقة؟ اصبر اصبر اصبر. فقط بعطيك الاسم الأول. جيب لي شخص بهذه المواصفات. أبعطيك أشياء تساعدك. الشخص بعصابة. عصابة معروفة. عصابة لها لون معين. الشخص متواجد الآن. تقدر تطلع بكل سهولة إذا بحثت وشغلت مخك. الجائزة راح تكون 100,000 إذا جبت لي القسم. برضو راح تجيك حماية خاصة لك أنت فقط. ممتاز. إذا جبت لك الشخص هذا. إذا جبت لي الشخص هذا. تقدر تستعين بأي أحد يساعدك بالموضوع. الموضوع تحت تصرف كامل. الشرطة ما راح تساعدك فيه أبداً. هذه المهمة فقط لك أنت. إذا قدرت تضبطها. راح تجيكم كافاتك. تم. يا رب يذبحهم. سويح لا تخليني يا سويح. هلا انا بقول انا بقول هلا هلا بشربه يا بشربه اللي يرد القوم جده بشربه. السلام عليكم معاكم ابو مشواح. ابو مشواح شوف حب اعرفك على الصيدة الجديدة. مين؟ اسمه ابو البراء. الله والله الجدول حلو. الان ابو الزيد بالله بيك تفسخ سروالة. بالله هيا فسخته الماسك 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 فسخ الماسك. ابو فسخ الماسك يا سلام. أبو أنا أعلم بهذه اللحظة أنك أنت اليوم سوف تعدم من قبل سوحان القحطاني. والله يرحم سوحان. سوحان اسمع اسمع. لا تفنش لا تفنش لا تفنش في روح لا تفنش. هدي هدي يا عيال يروح لا تفنش لا تفنش لا تفنش. ليش؟ أعطى فرصة والله نساك. انت اللي لازم هناك بنقلب. اركبوا يا عيال بيجون الكوره بيجون السوالف. طيب اركبوا لا تعدموا بسرعه. الجوال ارميه يقولون كلهم ايوه. يا عيال عيال الله لا يوفقكم يا عيال. عيال ما تستبعين الحين بموت. كعابي كعابي مشتون قاعدين مشتون. اصبر ها زين شكلي من قفط وانا من سلحية. وش سويت نفسي عسكري. شلون اللي يالف منو؟ دقيقة دقيقة ابو سوحان. سوحان هنا ما ادري من راح. تو الزمن هنا نزلنا سلاحتنا ترى.